أقتضي منا من الباحثين والمؤرخين والكتاب عن الاحتشاد ومن السياسيين أيضا ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية 2016، يعني مرور 100 سنة على الثورة العربية الكبرى ومرور 100 سنة على سيد سبيكو، ثم بعد ذلك 2017 مرور 100 سنة على واحد بولفورد، ثم 2019 100 سنة على ثورة 19 و150 سنة على افتتاح قناة السويس. نحن في فترة مثل هذه السنوات منذ القرن الماضي كانت فترات حاسمة وحاشدة في تاريخنا، وهذه المناسبة تأتي وأظن أن الوضع العربي ليس في أفضل حالاته، ليس بسبب الجامعة كما يتصور البعض في ظني، ولكن بسبب القوى العالمية والإقليمية وبسبب ضعف الدول وضعف المجتمعات العربية. يسعدني باسمكم أن أرحب بالسيد الدكتور نبيل العربي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. أرحب بمعالي الأمين العام السابق ووزير خارجية مصر السابق والرجل الذي وضع مصر في 2014 السيد عمرو موسى. ونبدأ بأن نستمع إلى كلمة معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي.